بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، باقي لنا بس مادة واحدة وإن شاء الله الكل ناجح وبأعلى الدرجات والمراتب. طلابنا، هاي المادة لا تبرد عنها، أريدك شد حيلك تقراها كلها. أوكي، عندنا قائمة تشغيل يعني تحوي على 16 فيديو و16 محاضرة، شو تريد تسميهن سميهن ماكو مشكلة. ذن كلهن شارح بيهن الكيمياء شامل، مقطع واحد شارح المادة كلها، وبعدين نقسم الكاهن تقسيم بالإضافة إلى الرسومات موجودات، المسائل المهمة موجودة، وكل أنواع الأسئلة تلقاهن بيها. هنا راح نرجع نشرح الأسئلة لكل فصل المركزة، يعني ما نتعمق بالمادة كلش. يلا مبدأ أوباو، عرف هسه عندنا تعريف. ينص هذا المبدأ على أن مستويات الطاقة الثانوية تملأ بالإلكترونات حسب تسلسل طاقتها من الأوطأ المن للأعلى. دير بالك علي، قاعدة هوند وتنص على أن لا يحدث ازدواج بين الكترونين في مستوى الطاقة الثانوي إلا بعد أن تشغل أوربيتالاته فرادا أولا. عرف رمز لويس، هو ترتيب يعتمد، وطلعناه شلون، اوكي شرحناه شلون نطلع رمز لويس. اوكي، يعتمد ورمز الزمرة ورمز الدورة ايضا طلعناهن، على عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الاخير التكافؤ، حيث يكتب رمز العنصر محاطا بنقاط. العنصر نفسيته طلابنا من امتحانتكم بيه، تكتبوا لي اكس مثلا، انا اقول لك اس مثلا، يقول لك جي، انت تروح تكتب لي اكس. لا طلابنا ركز على هذا الشيء، ترى تحصل خطا، مو بعدين تجيني تسال استاذ انا كتبت هيك شيء. لا حبيبي ركزي، رمز العنصر نفسيته اس ينطيك الطلعه، وتحط النقاط اللي تحطهن به على الرمز نفسيته، مو تروح تجيب اكس. ذيك الاكس كمثال، نصف القطر هي قياس نصف المسافه بين نواتي ذرتين متماثلتين ومتحدتين كيميائيا. طاقة التأيين تعرف بأنها مقدار الطاقة، هاي كلها تعريف، اللازمة لنزع الإلكترون واحد من مستوى الطاقة الخارجي لذرة عنصر معين متعادلة الشحنة في حالتها الغازية، كما في تأيين ذرة الصوديوم. طلابنا اللي يحب يحط كتابه موي الشور براحته، تحب تطلع القائمة وتقراها بالتفصيل المميل براحتك، شو تحب ماكو مشكلة. ستة، مستويات الطاقة الثانوية تحتوي مستويات الطاقة الرئيسية على من؟ على N و M و L و K. على مستويات الطاقة الثانوية يرمز لها بمن؟ بالحروف F D P S، وتختلف هذه المستويات خصوصا من ناحية الشكل وعدد الإلكترونات التي تحتويها. سبعة، مستويات الطاقة الرئيسية يعبر عن هذه المستويات بعدد الكم الرئيسي ويرمز له بالحرف شنو؟ N، ويأخذ قيما صحيحة موجبة تساوي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7، ولا يأخذ قيمة الصفر أبدا. عرف السحابة الإلكترونية، هو الحيز محدد من الفضاء المحيط بالنواة ويحتمل وجود الإلكترونات فيه، ويرمز له بالرمز. لاحظة هذا الرمز، تمام. سؤال 2، أستاذ شو بس هاي التعاريف مع الفصل الأول والباقيات، تريدهن الباقيات؟ أي أستاذ، موجودات هناك. أوكي، وايضا كل فصل او كل فصلين شارحهن وحدهن. يلا تعال سؤال 2، علل ما ياتي. طاقه تأيين النيتروجين 7 الان اعلى من طاقه تأيين الاكسجين 8 او، شنو السبب؟ الجواب هنا لاحظ شو تسوي، الاكسجين نجي لل 7 تجيها، تطلع اولا الدوره والزمره، شلون تطلعهن؟ اس اس بي يعني يكتفن، اي استاذ يكتفن، شلون؟ اعلى قيمه تاخذها الاس هي 2، اعلى قيمه تاخذها الاس ايضا 2، اعلى قيمه تاخذها 6، بس انا ما احتاج، احتاج بس 3، اخذ 2 بال 2 4، ايش قد عايز من السبعه؟ عايز 3، اذا اخليها على البي، 1 2 2، يا دوره دوره ثانيه، يا زمره. استاذ انت قلت لنا اذا انتهت بي نزودها 2 زائد 2 ذن زمره 5، تمام 1، هذا الجواب مالتهم. شوف طاقه تأيين 8 او يساوي لي
SSP. لاحظ لهنا أنا. أعلى قيمة ياخذها 2، أعلى قيمة 2، أعلى قيمة للبي 6، ولكن أنا ما أحتاج الستة كلها، شحتاج باقي لي بس 4، أضيف 4. 1 2 2 سادتك قلتلنا الدورة إيش قد؟ قلتلنا الدورة الثانية هاي هنا تلقونها. زين تمام. والزمرة السادة الزمرة إذا انتهت البي زائد 2 هي 4، نزودها 2، إذن زمرة 6. يلا حلوة هسه وضحت. شو تقول له الجواب؟ لأن النيتروجين يمتلك مستوى طاقة ثانوي نصف مشبع اللي هو P3، لذلك يكون النيتروجين طاقة تعيينه أكبر، لأن النيتروجين من الأكسجين، سوري، طاقة تعيين أكبر من الأكسجين. تمام. سؤال 2، لا يحدث تنافر الكترونات مع بعضها البعض عند وجودها في نفس الأوربيتال. الجواب، وذلك لأن كل الكترون يبرم عكس الآخر، حيث أن أحدهما سوف يبرم حول محوره باتجاه دوران عقرب الساعة، أما الآخر برمه عكس دوران عقرب الساعة. واضح. سمي نموذج رذرفورد بالنموذج الكوكبي ليش؟ علل، لأنه تصور بأن البروتونات متمركزة في حجم صغير وسط الذرة سماها النواة، وأن الكترونات تدور حولها كما تدور الكواكب حول الشمس. وضحت. 4، علل، فشل نموذج بور في تفسير بعض الظواهر الطبيعية للعناصر ليش؟ لأنه فسر نموذج على أساس ذرة الهيدروجين التي تحتوي على الكترون واحد فقط، وأهمل بقية الذرات التي تحتوي على أكثر من الكترون. سؤال 3 يقول، ما المقصود بالنظرية الذرية الحديثة وما أهم فروضها؟ ما أهم فروض نفسي تسؤال 4 كلهم جواب واحد. ما أهم الفروض النظرية الذرية الحديثة والتي هي نموذج معدل نموذج بور حول تفسيره للذرة؟ الجواب، تنص على احتمال وجود الإلكترون في حيز محدد في الفضاء المحيط بالنواة وليس في مداراته محددة الأبعاد كما أوضح بور، أطلق عليه اسم الأوربيتال. أهم فروض النظرية الحديثة، لاحظ هنا طلابنا، أولا تتكون الذرة من نواة تحيط بها الكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة، هاي 1. 2، تدور الإلكترونات حول النواة في مستويات طاقة بعيدة نسبة لحجم الذرة تدعى بأعداد الكم الرئيسية N. 3، توجد النواة في مركز الذرة وتتكون من البروتونات والنيترونات. سؤال 5، أجب عما يأتي، نموذج ثومسون للذرة. الجواب، أيضا يصير تعريف، تصور العالم ثومسون بأن الذرة كرة موجبة الشحنة تلتصق عليها الكترونات السالبة اللي هي سالب إي التي تعادل الشحنة الموجبة، وبذلك تصبح الذرة متعادلة. نموذج دالتون للذرة. أجب، خاف يجيك أجب، يعني شلون جاوب؟ الجواب على شكل تعريف نفسيته، تصور العالم دالتون بأن الذرة على هيئة كرة دقيقة صلبة غير قابلة للانقسام، ولكل عنصر نوع معين من الذرات ترتبط بطريقة بسيطة لتكوين الذرات المركبة. 3، تصور نموذج رذرفورد للبناء الذري وبين سبب فشل هذا النموذج. تصوره بأن البروتونات اللي مساقينها متمركزة في حجم صغير، بس تلاحظ لنوعية الأسئلة اللي تجيك طلابنا، شوف الأسئلة شلون تجيك، يعني مو شرط اللي قريتها أنت أو اللي شفتها، أوكي، يعني غير لك بنمطها. البروتونات متمركزة في حجم صغير وسط الذرة، أطلق عليه، شو أطلق عليه؟ اسم النواة، وأنها تحتوي على معظم كتلة الذرة، وأن الإلكترونات تدور حولها، لذا فإن أغلب حجم الذرة فراغ. الجواب هنا أيضا الثاني، الكترونات السالبة ساكنة، الكترونات السالبة متحركة. هنا ماذا اقترح بور؟ اقترح العالم بور أن الإلكترونات تدور حول النواة في مستويات ذات الطاقة وأنصاف أقطار محددة، ولكل مستوى رقم يميزه ويصف طاقته يسمى بعدد الكم الرئيسي. وضحت. عندنا هنا فقرة املأ الفراغات الآتية،
بما يناسبها حسب ما شفنا في الأسئلة. طلاب الخارج وطلاب الخارجي أجتهم شني فراغات، أن رمز لويس ل 18AR هو شقد، لازم شو أطلع؟ أطلع رمز لويس، يلا أضع هذه النقاط حوله، رمز مالته شقد؟ 8. تمام، يلا. افترضت النظرية الذرية الحديثة أن الذرة تتكون من نواة تحيط بها فراغ، شو تحيط بها؟ من الساعة أخذناها الكترونات ذوات مستويات مختلفة من الطاقة. أوكي. 3. الطاقة اللازمة لنزع الكترون من ذرة معينة تسمى بها طاقة، طاقة تأيين. أوكي، دير بالك عليها، أما تجيك على شكل تعريف أو تجيك على شكل فراغ. 4. احتواء المستوى الثانوي دي على 5 أوربيتالات، شقد؟ 5. احتواء المستوى الثانوي F على فراغ، شقد؟ 7 أوربيتالات. سؤال 6. مستوى الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي أقصى عدد من الإلكترونات مقداره شقد؟ الطاقة الرئيسي الثاني يحتوي على شقد عدد الإلكترونات؟ 8 إلكترونات، دير بالك عليهم. 7. تترتب العناصر الدورة الواحدة في الجدول الدوري حسب زيادة أعدادها، حسب زيادة شنو؟ أعدادها الذرية. هسه خلصنا من سؤال املأ الفراغات الآتية، هذه مركزة تفصيل موجود عند سؤال هنا، يقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أولا، ينسب اكتشاف نواة العنصر للعالم، يا عالم راذرفورد، دير بالك عليها، أو بور، براحتك شو تسميه سميه. أوكي، اثنيناتهم صح. 2. أن سوري هي اختيارات راذرفورد. أوكي، هنا أنا مو بور، راذرفورد. طلابنا ركز زين، اختيارات راذرفورد، طبعا داخين وما نعرف شلون. أن رمز لويس لذرة البورون 5B هو، لاحظ لياهن وين مكتوبة؟ نانا 5، هذا البي، شوفها شلون، هذا البي، ايش مكتوب عليه؟ 3. ليش؟ انا اقول لك ليش، تدري ليش 3؟ تعالوا وياي نطلع الرمز مالته، شلون نطلع؟ نكتب SSP، قلت هو 5، اعلى درجة 2، اعلى درجة 2، اعلى درجة انا ما احتاج، احتاج بس 5، اخلي له 1، 1 هو منتهبي، ايش قايل لك؟ قايل لك زود 2، زودت 2، ايش قد الطاقة؟ 3، اذا رمز لويس ايش قد؟ 3، وين توزعه؟ توزعه هنا، لاحظه، هاي البي 1، 2 الفوق، 3 هذا، اوكي؟ مو تختار 4 و2، يلا، ان رمز لويس للفلور الناين اف هو، شوف، نطلع، يعني قبل لا نحل، شو نسوي؟ نطلع الرمز لويس، شلون نطلعه؟ بالطريقة اللي قلت لك بيها، تكتب الرمز هذا اللي هو 9F، تكتبه، كتبته، تكتب SSP، نعم استاذ، شو تحط له فوق؟ أعلى شيء ياخذ ايش قد الاس؟ 2، أعلى شيء 2، أعلى شيء استاذ أنا بس أريد 9، هو ياخذ 6 صحيح، لكن أريد بس ايش قد؟ 5، أوكي؟ اذا خليت له 5، منتهي بمن؟ بالبي، البي تاخذ نفسيته؟ لا، لعش تاخذ؟ ازود 2 وحسبه هو رمز لويس، يعني ايش قد؟ يعني 7، تعال وزع لي اياهن، ساد 1 2 3 4 5 6 7، وضحت لو ما وضحت؟ وضحت استاذ، شكرا. اوكي، اذا تختار اللي 7، يلا. 4. ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الإلكتروني بالمستوى الثانوي، ليش ينتهي؟ بالمستوى الثانوي 3S، فالعدد الذري هو 11 12
13 11. زين، شلون عرفنا استاذ العدد الذري مالته 11؟ تعالوا وياي. ايش قد مالته هاي؟ 3. اذا ماخذ اس باس، تمام. بلا تعالوا وياي على هذا نعتبره، تمام. اس باس، بي باس، هذا علي ايش قد؟ علي 2. وهذا علي ايش قد؟ علي 2. وهذا علي ايش قد؟ علي 6. الاس بالاخير ايش قد؟ هو قال لك 11 استاذ، الاس بالاخير علي 1. اذا ايش قد العدد الذري مالته؟ 11. شلون عرفته؟ تعالوا يا شلون عرفته. انا منتهي اخر شيء بمن؟ مو بالبي، بالاس اس بس. هاي هنا نسميها بس، اوكي، بي و اس. فمالتها ايش قد؟ هذني 1 2 2. البعدين تجي 3 3. واضح لو مو واضح؟ واضح. 5. ذرة عنصر الكربون مرتبة بها الكترونات كما يأتي. طلبنا هاي الأسئلة على ضوءها، تقرأ بالتفصيل، أوكي؟ هاي بالتفصيل إلك منا الباكر. فإن رمز لويس له، لاحظ لياها، إيش قال له؟ تنتهي بمن؟ ذرة عنصر الكربون مرتبة بها الكترونات كما يأتي، اللي هي اس اس بي. إيش قد هنا؟ ايش قد هنا منتهيه؟ ساد منتهيه بالبي. البي ايش قد عليها؟ ساد 2. قايل لك اذا منتهيه على بالبي، شو تزودها على مطلع رمز لويس؟ ساد قلت لنا من الساعة وقبل شرحناها نزودها 2، يعني ايش قد؟ 4. هاي 4، لا ساد هاي 6. هاي 4، لا ساد هاي 2. هاي 4، اي ساد هاي 4. تمام. سؤال 6. العنصر الذي يقع في الجدول الدوري ضمن الدورة الثالثة والزمرة السادسة عدده الذري ايش قد؟ 16. هاي مباشر نعرف له. سؤال 37. ضع كلمة صح، طلابنا يقول لك كلمة صح لازم تخلي كلمة وليس صح وخطأ، اوكي، امام العبارة الصحيحة والكلمة الخاطئة، ثم صحح الخطأ. هسه هاي ثم صحح الخطأ الموجودة. ينسب اكتشاف نواة ذرة العنصر للعالم رذرفورد، صح لو خطأ؟ اخذناها هسه، هذا ينسب صحيح، اوكي، خطأنا قلنا بور، خطأ هو رذرفورد، تمام صح. 2. احتواء المستوى الثانوي دي على 5 اوربيتالات، صح لو خطأ؟ صح. ذرة عنصر ينتهي ترتيبها الالكتروني بالمستوى الثانوي اللي هو اس، فالعدد الذري هو 11، صح. اي نفسيتها هاي اخذناها من ساعه، صحيح السعر، وعرفنا شلون تنتهي هاي، شوفها زين. 4. عنصر يقع في الزمرة الخامسة والدورة الثالثة، فهنا مستوى الطاقة الثانوي الأخير له هو 3P3، أوكي صح. 5. مستوى الطاقة الرئيسي الثانوي يحتوي أقصى عدد من الإلكترونات مقداره شقد؟ 8 إلكترون، صح لو خطأ؟ صحيح. زين، يزداد، لاحظ كلمة يزداد، نصف القطر العناصر ضمن الدورة الواحدة كلما زاد عددها الذري، خطأ. ليش؟ لأنه يقل نصف القطر في الدورة الواحدة. 7. وهو الأخير، سؤال أخير، العنصر الذي عدده الذري 13 يقع في الجدول الدوري ضمن الزمرة الثالثة والدورة الثالثة، صح لو خطأ؟ صحيح. أوكي طلابنا، لهنا انتهت المراجعة المركزة للفصل الأول. طلابنا هذه مراجعة مركزة، تحب تراجعها بالتفصيل، موجودة عليها شرح شامل. 1. 2. طلابنا لا تضيعون من عندكم هاي السنة، أريد من عندك تقرأ وتقرأ بتركيز، هسه تقرأ بتركيز، تمام. هاي يحتاج لها حفظ، ويحتاج لك تميز بين الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث وهكذا، تمام. ركز على الفصول الأولى، ركز على الفصول الأولى. يلا طلابنا، لهنا انتهى درسنا، ما مرجو من عندك، فقط الدعاء لجميع المرضى والدعاء لنا ولهن، وإن شاء الله أشوفكم في أعلى المراتب. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.